الله في يمينه ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله تعالى على إثم كذبه ويمينه فيتأخر عنه البلاء. ولكن دعني أحلفه باليمين الذي حدثني أبي عليه السلام عن آبائي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحلف بها حالف إلا باء بإثمه في ساعته. قال المنصور: حلف يا أبا عبد الله. فقال الإمام الصادق عليه السلام للرجل: قل إن كنت كاذبا عليك فقد بريت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي. فقالها الرجل. فقال الإمام الصادق عليه السلام: اللهم إن كان كاذبا فأمته الساعة فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا واعتلما ومضى إلى النار. وأقبل المنصور على الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن حوائجه فقال: ما لي إلا حاجة وهي أن أسرع إلى أهلي فإن قلوبهم متعلقة بي. فقال: ذلك إليك فافعل ما بذا لك. فخرج من عنده مكرما قد تحير منه المنصور. فقال بعض منهم: هذا رجل فاجأه الموت وجعل الناس يخوضون في أمر ذلك الميت وينظرون إليه وإذا هو قد استوى جالسا على السرير والناس يخوضون في أمره. فإن دام له حامد إذ قعد على سريره وكشف الغطاء عن وجهه وقال: يا أيها الناس إني لقيت ربي فتلقاني بالسخط واللعنة وأشد غضبي زبانيته علي على الذي كان مني إلى جعفر بن محمد. فاتقوا الله ولا تهلكوا فيه كما هلكت أنا. ثم عاد كفنه على وجهه وعاد في موته فرأوه لا حراك به وهو ميت فدفنوه. فيا لك يا منصور لا فزت بالولاة لجعفر قد آبت عليك الفوادح. تسربلت سربالا من النار صافيا فيا ويلك قد طاحت عليك الطوائح. وعما قليل تلقى ما أنت قادم عليه وقد قامت عليك النوائح. أتقتل من قد عظم الله قدره وجل له إذ يممته المدى إذ يممته المدائح من النص والقرآن نصا منزلا من الله هاد للبرايا وواضح. فواله فنفسي إذ تغيب شخصه وقد مات مسموما فدته الجوانح. وفي كتابي طب الأئمة عن الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما طلب الدوانيقي أبو عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهم بقتله فأخذه صاحب المدينة ووجهه به إليه. وكان أبو جعفر المنصور استعجله واستبطأ قدومه حرسا منه على قتله. فلما مثل بين يديه
ضحك في وجهه ثم رحب به وأجلسه عنده وقال: يا ابن رسول الله، والله قد وجهت إليك وأنا عازم على قتلك، ولقد نظرت إليك فألقي إلي محبة عليك، فوالله ما أجد أحدا من أهل بيتي أعز منك ولا آثر عندي، ولكن يا أبا عبد الله، كلام بلغنا تعجبنا فيه وتذكرنا بسوء. فقال: يا أمير، ما ذكرتك بسوء قط. فتبسم أيضا فقال: والله أنت عندي أصدق من جميع من سعى بك إلي، وهذا مجلسي بين يديك وخاتمي، فانبسط ولا تحتشمني في جليل أمرك وصغيره، فلست أردك عن شيء. ثم أمره بالانصراف وحباه وأعطاه، فأبى أن يقبل شيئا، وقال: يا أمير، إنا في عناية وخير وغناء كثير، فإذا هممت ببري فعليك بالمتخلفين من أهل بيتي فارفع عنهم القتل. قال: قبلت يا أبا عبد الله، فقد أمرت لهم 100,000 درهم تفرقها بينهم. فقال: وصلت الرحم يا أمير. فلما خرج من عنده مشى بين يديه مشائخ من قريش وشبابهم من كل قبيلة، وهو يمشي بينهم كسريان القمر ليلة تمامه وكماله. فقال عين أبو جعفر المنصور: يا ابن رسول الله، لقد نظرت نظرا شافيا حين دخلت على الأمير، فما أنكرت منك شيئا غير أني نظرتك وقد حركت شفتيك بشيء، فما كان ذلك؟ قال: إني لما نظرت إليه قلت: يا من لا يضام ولا يرام وبه تواصل الأرحام، صل على محمد وآل محمد، واكفني أمره بحولك وقوتك، والله ما زدت على ما سمعت مني. قال: فرجع ذلك الجاسوس إلى أبي جعفر المنصور فأخبره بقوله، فقال: والله ما استتم ما قاله حتى ذهب ما بصدري. وفي كتاب المهج عن علي بن يقطين عن محمد بن الربيع الحاجب قال: قعد المنصور يوما في قصره في القبة الخضراء، وكان قبل قتل محمد وإبراهيم تسمى الحمراء، وكان له يوما يقعد فيه ويسمى ذلك اليوم يوم الذبح، وكان قد أشخص الإمام جعفر عليه السلام من المدينة. وكان قد أشخص الإمام جعفر عليه السلام من المدينة، فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتى جاء الليل، وحتى جاء الليل ومضى أكثره. قال: ثم دعاني فقال: يا ربيع، أنت تعرف موضعك مني، وأنا يكون خبر لا تظهر عليه أمهات الأولاد، ويكون أنت المعاجل له. فقلت: